السيد يعقوب الحمادي يعاون في هذه المباراة جاسم عبد الله وعلي النعيمي. مباراة بالتأكيد ستكون على مستوى الحدث، هكذا نتمنى. حسن امين على الجهة اليسرى يتواجد يلعب لك كرة، محاولة لحسن حسين علي يحاول يعدي لكن سقوط على ارضية الملعب والصافرة. لاحظ هنا الشعار الذي يرفعوه جماهير الاهلي، مبروك افتتاح استاد هزاع بن زايد. بالتأكيد يا لها من لفتة، يا له من عمل كبير جدا من قاعدة جماهيرية راقية للأهلي، يحتفلون قبل الاحتفال بذلك الاستاد الذي ينتظر النادي الزعيم العناوي افتتاحه في ليلة الغد حينما يقابل وحينما يتواجه أمام الظفرة في ضمن هذه الجولة السادسة.